فرحين في الرجاء. فرحنا هذا الفرح لأن عندنا رجاء. أو زي ما الإنجيل بيعلمنا يوجد رجاء. في رجاء عند الإنسان. في أمل. الإنسان الوحش هيتحسن ويبقى كويس. والخاطي هيتوب. والبعيد هيقرب. والقريب هيخدم. واللي يخدم هيتكرس ويكرز. عندنا دايما أمل. والأطفال الصغيرين اللي شفناهم دول بيدونا إشراقة للمستقبل. عشان كده حياة الإنسان حياة مسيحية تبدو وتظهر بالفرح. وزي ما قلت لك ما تنساش تعبير الليلويا اللي بنصلي بيه في الكنيسة وفي ألحاننا. دي أول ركناية في الإنسان المسيحي. الركناية التانية وده صدق الإنجيل يقول لنا كده صابرين في الضيق. الحياة مش سهلة على طول. الحياة فيها ضيقات. ده حتى مسيحنا لما جه يكلمنا قال لنا في العالم سيكون لكم ضيق. هيكون في ضيق. طب والضيق ده يا رب من ايه؟ قال من حاجات كتيرة ما تشغلوش بالكم منها. بس في العالم هيكون في ضيق. ده لو الإنسان عاش حياته كده مرحرحة خالص ده يمكن يبعد عن ربنا.